استو دافع دوني دوك تشوكتو بعد صحافة دا يوررك تبسا وحا رونتي آد هذا الحين تيدو ما المهو دنبينو هاي سطاع دعوة دا حلبان محمد عبيب وكتر سن حلبان دا قولها وكيلة دا وقهرين دعوة داسي عند جوان جار كذا له وقولوا له وخميس تو بالانس من اتش علينا كورنا لكن وحان دنيا انت عداله تشعل انت تشعل سنانتا انت تشعل ود الشركه جمهوريه الصومالي لان انت تشعل هورماركا انت تشعل ولا النمضه ومضى سومالي لان إنا نشيغو قفك يقر درادة يقل دولي له أنقيد لو قسو قبن إحلي بان محمد عبيب نقوح قولها نلبيس ديتن إحلي بان بافردية تدكو دورشة ودريرين وحمل عند اللويس تاقي إما تلادة حل بان نضع شعبكم أي أدور تاني دستور كل شيء يا وحويان إلى لنتا حقوق المواطنين انت شقد قوله وإلى لنتا حقوق المواطنين انت وصحافة الدين هذا كميتي وشعبك يا سومالي لان كمدي يلا حساب تنكا هاد بحكم الدتشوكتا محمد عبيب يحل لما نضك عليه إلا دورتي عدة هادشة إذا ليش حكومي قال شاكتا قولها حير دتشين تتشوكتا وحي كدن بمضان ايا أدوكو بها إيسان أتركور غريسان أي صحافة كاهد لان ووحانا هين با وردالك منسوق هذا قد دايو والحلال كيو حولها ومدة كده حيا سحقها الله قيسه وحقوقها مواطنين تهلا دور محمد أبي بيلا ما أنتوا قولها نميت إلا حدا مركو هذلا يبا السجية حل بنا ذاك الأبوح كهذا لندن يرت تلك إذا كان كتوبة هو يدا ملعة فرد ده عيرتي يبين يسا المسكين تاع إن أنا اللي إريان أو مصاريف تاع إلا صوب حيسو أن لقولي بين بالله حدلا وحال لقاها لولالك حكومة دو سفادة شرعي درادة او يميني سيلا عاكتا اكونا دا خاسكا كوشو ميا وحال لقاها لدالك تدبا سنوكو المية هايستي تدبا هراء جيبي جيبا امد دين تلاك لفرفوراي قوبالا داني اي تغين حلالكي حكومي غاهانا حاني رايسكو كوبت وحال لقاها لسوحفيين تينا لحرايو برتا ايلك بانوكا قاها دين ومحكمة الميليتري لسعره اللوغة والوحي اللي بقى لنا الله دورته ده ما هي الدارنا لسان دوني دانا دقيقة كيناني وين الدير والنغضان دول ميقدتك اللوغوحي انت هسوه هردع نبيه سيدات انكاحو بنوض خميس دمرك يمادان ايه ده محمد عبيب ييقاك قوان قاري انو كم هردعيو قاعدة شرعية نوحة رادة No one above the law قفنا شرعية كما سرعي محسولك الدعوة ده نوعاي تهي برتا مركا اللي سوقوي مادو سوچي دينتا قعنتاقة ديد مديو وقرانشاها قلوينا هدكو قاندودا حالك المركا وحن دونيا حفيسك حيرلال انتي حيرلاليها قودة قرنك بالسؤالها نانوي دين النوء مادة مدام المسؤولية ده اللي بعنا ده تاعته يضو حير لعلنتو أي تاعها يد مدح بنان واحد قرصور كان كتر سن حكومة ده يحس بيده يح اللي بعنا ده بقول حيسا شرعية ده ذلك إلى لسا سبب تاع عد قارو فوق أنت
يو وقت جن واحد سبعة بعد محمد أبيب وكبرتن كبح وكبر متي أدبان حلبانك وجو أمانة يا إنه سومالنا نمدي سكوف عنا أدبان شعبي جريء أوضل وجو أمانة يا إيش سوبيحي شرفت لها إقرن مدى يديمقراطية دا يدجنان شها يدل شعيلك يوحي دون يعني يوحي ديدا يعني بيكون موجين يعني البحر مدي بسيلك كم مغضي مدام هو أوضل عتهاي برتي لقى أساسي دولة نمدى يشريتان كدلك تمرية الصومال محمد أبي وحى وعذير يكو جابن بكلها تمرية الصومال لأنها نولات meel calan Soomaaliya ku qaatanaa anagu garanmayn meel Soomaaliya iyo maadaragtaynta golaha joogay ugu doodayna garanmayn laakiin runta xanuun kulo runta aya xanuun kulo xildhibaankaas iyo xildhibaanada kale noqon maayaan maanta idin sheegayay niman golahan laga marmareysto laga qaato noqon maayaan ta dhigaha u furan ku hawsha wada idinkoo saxaafada Hargeysa waxaad ku hadlay oo codad kaga duubteen oo la hayaa ina yaro barta ku hadlay xil xukuumiye ma hayo xisbi kama tirsana xildhibaan ma aha xasaanad ma laha saxaafadu soo fariistay xildhibaan qaran ayuu saddex wali iyo billaah ku maray waxa igu wallaahay oo igu billaahay oo igu talaahay buu lahaa intan xiniyaha kalbad maxamed abiib kaga qabto intan xiniyaha maxamed abiib kalbad kaga qabto ina nin iyo naag wuxuu yahay la kala garan waay oo isagoo labeeba magaalada u dhex joog bal xariilalinta qaranka waxaan weydiinayaa xildhibaan xasaanad loo goolweyne ka tirsan oo cod shacab ku fadhiya ina yaro banaanka joogaa inta saxaafada soo fariistay saddex waliye bilay go ku siiyeen oo aragti sharciye markeenu ku eegno legal perspective aanu ku eegno jirimo publica galay oo qof ugu hanjabaya inuu giisi dhanaa ee taranka intu kalbad ku qabto inuu saddex waliye bilay marayo sababta aad ka maxamed abiib ila maxamed abiib wakiil baad ka tiino hay'ad madax banaan baad tiine aad daacwad ugu ogi weydeen ilaan xilli baan bu saddex wali sharciga bu gacanta ku qaatay Hargeysana u dhex jooga bal jawaabteeda mudana xeer ilaaliya iyo xafiiska xeer ilaalinta umidda la wadaaga waxa saxaafadiina la hadlo labaad xogayaha guud حسبك كل مية وحسب الحاكم كي ثلاثة دلك الحين يحكم مدة ومدة كم مسؤول حد هيدين ومدة مدني مدة وضك الشقيس نك هسوح وش هاي عدو جودة ومدة نص ومال لنا ودلك تعب كله ودلك ضد كجل انتي وها الجمي وشرته وشوكته أيانتو صحافة نك هسوي استاجة وحوري adigu gudu hu arday waa kuwe marka adigu gudu in loo yeero oo la weydiyo ilaan cadu waxa lagu yaqiinaa cidi caqabad ku ah halankeena ciideena ciidankeena dadii gudahaani joogan ilaan masuul ummadad oo xisbigii dalka taladiisa haya xilka hayaba too xogay guud ba tahay xeerlaanina maxad ugu yeeri weydo daacwad ugu ogu weydo adu oran weyday warbal adigu gudu hu cidi yihiin noo sheeg waxa maalin dhow tola hadlayay gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha waa nin siyaasiya waa nin runtii ee jeedin karaya waa nin isaga la dhaliili karaya waxna dhaliili karaya maxamed abiib buu ka hadlayo wuxuu waa la qara in la qara cabax isagu ma xaakim ba cidda marka eeda la helo dacwada la dhageysto la gebagabeeyo xukunku dhaco amarka bixisa waa xaakim maxkamad fadhiye
qaraacisa qaraac islaam ba jirimooyin ka dambiga uu galayay oo qof la leeyahay hal dilo xirraalina maxaad xinif aad wax ugu weydiinayaan aad ugu yarguud waxaad la socotaan oo saxaafadu ogtahay sanad ka hor ciidankii dalkani lahaa 40,000 ahaa si dhib yar in dhabarka looga jabiyo way ka soo dhaqaaqeen soo gooj caday ka soo baxeen dhibashiya dhaawacii dhacay dhiiladii maalintaa qaranka soo gaadhay wanagii wada ogeyn mas-uuliyadda cid baa ummaddan u haysa madaxweyne leh maamul leh military leh mas-uuliyiin leh ayaa dalkan amnigiisa gacanta loo geliyay xeer ilaalin dacwad ku soo oogtay kuwii ciidanka qaranka jabiyey ilaan sanad ka hor buu maxamed abiib hadlo 400 xildhibaan oo kalaaba hadlay oo yidhi waar inay soolna sidaasi ka dhacdaa khalad bay ahayd ciidankan inayna jaban khalad bay ahayd sanad kadib waxaa la leeyahy meesha la yidhahdo eed ciidan baa loo haystay maxamed abiib wa dhici karaysa ayaa anigu qofku macsuum iyo malag ma ah waa khaldami karayaa gif waa geli karayaa no one above the law waa qaacida sharciga qofna sharciga kama sarreeyo aider madaxweyne or muwaadin laakiin su-aasha xeer ilaalinta la weydiinaya waxay tahay from that day till now waxaa xidhan 400 maxbuus oo xitaa saraakiil weli laysma weydiin maxaabiisteenni meeday 400 yo mas-uul ka ahaa ama gorgortan baa lagu soo deynayaa ba sidee loo soo deynayaa sidee loo soo furanayaa jabkaa weyne dhacay yo mas-uul ka ahaa xeer ilaalinay kuwii jabkaa ciidanka u geystay ee 400 maxbuus maanta bartaa talaxumadooda ugu xidhan yihiin fiido 400,000 oo dollar bay hargeysa ku dhex wataan dib baa iyaga loo ilaaliyaa sharciga kuwaa qaban waayey ee ciidankii inuu jabo mas-uul ka ahaa ee 400 maxbuus maantada Soomaaliland ka xidhan yihiin ay madax ku yihiinee fi aydhada 400,000 dollar lagu ilaaliyay hargeysa ku dhex wataan ka yidhaahdo waar ciidankeenni baa jabay oo talaxumadaasa ku jabtay inay dembiilo noqonayo kii 400 ay ku xidhnaay u xidhnaayeen talaxumadiisa iyo nidaamkiisa ay ku gaadheena madaxu yahay gawaadhi fi aydho 400,000 oo cashuurta ummadda lagu wado ciidan ilaalinayaan sharciga kuwaa qaban waayey maxamed abiib qabanaya aad ku eedeynaysaan buluxu yahay ummadda u sheega billaahi calaykum aqliyadda ummadda war waxay taagnayd awal in laga hadlo la yidhaahdo waar xilalka xukumiga iyo xuquuqaha muwaadiniinta ha la dhowro maanta finally waxay maraysaa in la yidhaahdo xaq iyo xuquuq xoriyat alqowlka xildhibaanadu uma laha taasaa lagu soo dacweynaya from the day golaha la yimid ilaa yowmin haada maxamed abiib iyo xildhibaanada kale ee axmed khaliif iyo ragga hadallada cadcadee kale ee ka mida golahan jooga waxay ka hadlaan wadanta guud iyo daryeelka bulshada waana ta loo soo doortay kamana aamusayaan waana ta kitaabka u mareen adeer ninka jamhuuriyadda Soomaaliland jiritaankeeda diidan adeer ninka ummaddani waxay ku heshiisay diidan adeer ninka cashuurta ummaddan qaata ee cid kale meesha la yidhaahdo u dhega nugul adeer ninka calankan iyo ciidan ka soo horjeeda annaga u dhaaranay cidna kama aqbalayno Soomaaliland inay cidda uska geed soo gaadho annaga calankeeda huwanay kuwa tiifiyada ka hadlee meelaha xildhibaanada ka eedeynaya meelaan calanka Soomaaliland gaadhsiin annaga gaadhsiin annaga UN centerka dhex dhigno Soomaaliland shalay u doodino saxaafadda ku jirta annaga Jineefa joognay annaga Soomaaliland doorashadeeda ka hadlaynay deganaanshaheeda ka hadlaynay dimuqraadiyadeeda ka hadlaynay cidna uga laxa jeclo badan adeer ma jirto aniga Soomaaliland iga laxa jeclo badnaan maayo inay yaroo cashuurta ummadda $2,000 ku qaato hoteelka fadhiya oo xukuumadda u adeegaya aniga iga laxa jeclan badnaan maayo una la imayno
إن أبيبي يهين تلا عرق تدعى إحل بانا دا قولها كتشرتا إلهي بانا كلا شروطان إن أنا حقا جيسنا اللو قول لحان دل كنا إنو دل حرية دي حقوق هلو دون دن اعتراف كهلو دقناشيه سلا إلاليو كتاب بانا خمر سمالان عدة كهور تمادا أنقا كهور مرين ولا حل ديبان ولا متكلو حل حيا تاسنا دعي ميسو ورد الإسلام تمل إضافة لذا وذاك كاريون الله وطا ذاتك إلهي ونسوغي مساكين تا أنك أوهد لنا كوان الله دالان نيبان نكيلي كوان صاحب كان نهيبان وكقد أقاقنا ونحقا ننقل لحني مسكين للظلم يمواد حقي كآمس من إلهي لحق واركي حق نقولي سنيا بعد الكنا مصعوني رسومال اللان وحي كدعى محمد أبي بسمية شليب أود الكسمية اللي جوهم بليه بحد دد بدنه أوسو هنقل تاجي وح أود الكدع عدونا أي محمد أبي بقورعي ورقام الصومال اللاندر واللاب تقرعني كيشلا طالع هرجيسا كده حلا حنيها انكسر يا حب ترن كيس حيتا إريدة استعمالها يعني أفك الله سوهم برين كري إسدح واللي بالليم مريه صحافة دهات كسي ديسي واكبرتها فليا حير لانتو أدي شقاكا قبل نسي عيدة مدى أمنكو شقاكا قبتها حلدبان دانا وحال الله هذا دعوة دنة سومال اللان يؤمد دو مبالنة قميس دو أرك قولها أن صحافة دي وحاصو دقال وحو قصو عدان دين شيء يمان دل كان إنو الديمقراط دي النقضو oo doorasho ka dhacdo marnaba dawladdu ma jirto muhaadalkan doorasho qolahan uu galiyeba qolahan dagaalka loogu hayo dalkan muxuu doorasho ugu dareeraya ujeedada dagaalka qoluhu ugu socdaa waa intaas extension muddo kordhin cimri dharar waxaas la dareenay laakiin taas ma idin waxaan mudda Soomaaliland gabadha ugu baaqaya hilbowda dhashay hay'ad quraan la wadaayay raa wadal waxaan leeyahay dalka idii kaare 39kii idinka Soomaaliland suukeenay idinka dawladnimo unkay idinka calanka Soomaaliland ikhtiraaciisa yaa hal abuurkiisa leh idinka heesta calanka Soomaaliland idinka leh idinka dawladnimada Soomaaliland dhuuxeeda leh idinka Soomaaliland dara oo cid kasta uga la xajicla badan marti kuma tiidin ودقاتين من نفول هذا الشكات كيستريع وضرب. حلبان محمد أبيبنا يحلبان نذا كلا جبل كأودل كسوتشي دنا. قولها لقد حقاً ما يتأكل بشاريست. إن شاء الله بإذن الله بعد. ومد السومال لنا وحلاه. ورمت هاك هاي إنه معلم با قرصين إنه جوع. معلم بك عند دويلين للسمايو. معلم بينا الأكل عبتريو. وحكا استبوا لقاعدنا يعني